يا محمود يا حودة يا عبقاري انت يا عم بقالك ساعة لازق جنب المطور في ايه؟ حقي ولا مش حقي؟ ها؟ بقالنا ساعة طالعين بالمركب والمطور ما طلعت له الصوت هسه. قلت لك محمود دايما ينفي بوعده يا سالم. يا فرحة أمي بالمطور اللي ما طلعش هسه. طب ما الشبك كمان ما طلعش سمك. ولو قعدت عمرك كله عمرك ما هتطلع سمكة من المكان ده. ما أنا قايل لك الحكومة منعت الصيد شهرين عشان السمك شاحح وبتحافظ عليه. مصمم تطلع تصطاد من ورا ظهر الحكومة. طب ادينا عملت لك الموتور سايلنت ها نفعك بيه بقى اخويا. يا بس يا اخي بس ما تكسرش مقاديفي. وانت محتاج المقاديف اساسا فيها سالم. ما الموتور اهو. عمرك شفت موتور كاتم للصوت؟ ها ده اختراع يا ابني قنبله الموسم. طب اقول لك انا عايز اسجله باسمي وابيعه لاكبر شركه مواتير وساعتها بقى يا واد يا سالم هشتري لك طن سمك وارميه لك في البحر عشان تصطاد براحتك. اه وانا هستناك لحد ما تكسب الذهب. وامي واخواتي اكلهم منين؟ يا عم هي امك اصلا ليها في السمك؟ دي كرهته من عشره ابوك. هتلاقيها فراخ. منين؟ ما انا قلت هطلع من الطلعه دي ب 10 كيلو وقار ابيعهم للراجل بتاع اسماك البحر. عارف الوقار يا محمود؟ عليه طلب اليومين دول اوف. يا عم وقار ايه بس وعليه طلب؟ وبعدين بقى لعلمك ده راجل غشاش. في واحد يكتب على محله اسماك البحار وكل سمك ومزارع. شوف بقى انت خدتني في الكلام. المطور، ايه رايك في المطور؟ ها؟ بعدين يا سالم انا مش عارف ايه اللي خلاك تجيبنا في الحته دي. قلت لك في مصنع بيصرف في الميه وهو ده اللي مطفش السمك يا اخي. ما هو احنا لو اصطادنا جوه البلد هيشوفونا ولو شافونا هنتقفش. وبعدين ابويا قال لي الحته دي مليانه وقار يا سالم. اه مش ابوك غرق في الحته دي برضو يا سالم؟ لا انا ابويا غرق الحته التانيه. طب في واحد ياخد بنصيحه واحد غرق يا سالم؟ الله يرحمه بقى انت سمعت كلامه. اه ابتدينا. بقول لك ايه انا المياه بتاعتي محفوظه ها عشان جرعه الندم والذكريات زادت وانا حافظك. اول ما بتجيب سيره ابوك بتبقى عايز تهرب من اللي عليك. ما حسستني ان انت الوحيد اللي ابوه مات في رشيد. يا عم ده ما فيش اكتر من اليتامه هنا. يا ساتر عليك. خلاص يا اخي هديك المياه بتاعتك بس نطلع باي سمكايه من الحته دي. واحنا ليه نفضل في المكان ده اساسا يا ابني؟ بقول لك معاك موتور سايلنت لو مشيت بيه في قلب الاسفلت ولا حد هياخد باله. يا عم خش بينا جوه البحر. خش وجمد قلبك. خش. محمود يا محمود عايز ايه من ام محمود؟ يا اخي تعالى اقف جنبي شويه عشان تساعدني. اساعدك ايه يا اخي بلانيلة؟ ده الشبك اللي طالع افضل من دماغك. وبعدين احنا اتفقنا انا شغلتي الموتور وبس. عمرك شفت موتور تنام جنبه وانت مطمن؟ طب انا هنام لك هنا في المركب عشان اثبت لك. بس لو حد سال على محمود ابقى افرجه على الموتور. ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده حوت ده ولا ايه يا سالم؟ ده صوت حوت. حوت ايه؟ الصوت جاي من المركب. يا نهار اسود الله يخرب بيتك انت عملت كده ليه؟ ده لو دلوقتي في سمكتين في الميه وسمعوا الصوت ده هيتفاجئ. ما تقلقش نفسك انت عارف انت هتلاقيها بس حته اللحام فكت من مكانها. هخش اكتم لك نفس امه حالا. ايه ده؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ انت عملت ايه في الموتور؟ زودت السرعه. انت ما شفتش خدنا الطريق اسحب ازاي يا سالم؟ الله يخرب بيتك انت كسبته زي الاول. اول ازاي يا ابني؟ مش قلت لي عايز تصطاد وقار من قلب البحر؟ انت واقف ترغي واحنا بنولع. طف يا سالم احنا بنولع. الله يخرب بيتك دي بقت افكارك. الله يحرقك ويحرق. هي دي مركب ولا ايه؟ والله ما خدنا سمكة من قلب البحر يا باشا. اللي جابك هنا؟ والله ما خدنا سمكة. ايه ده؟ هات العيال دي. تعالوا تعالوا تعالوا. انا جاي معاك. انا جاي. ما عملناش حاجة. انت عبد والله ولا سمك.
شفت؟ الحكومة صاحية تقول لي لازم اصطاد وقار. نفعك بإيه الوقار يا أخويا؟ ها؟ والله العظيم ثلاثة، والله العظيم ثلاثة سعادة الباشا في سوق تفاهم، والله ما خدنا سمكة من قلب البحر. يا باشا ده لو في سمك في البحر أساسا. يا باشا هو في سمك هيقعد في الدوشة دي؟ أكيد طفش. يا باشا هو ده المطار، هو ده المطار اللي هيبقى قنبلة الموز. قنبلة يا فندم؟ قنبلة؟ الله يخرب بيتك، بقى دي الكلمة اللي افتكرتها من كل اللي قلته لك. يا باشا هو ما يقصدهاش بالمعنى الحرفي، هتلبسنا قضية إرهاب. بيقول إرهاب؟ إرهاب؟ يا رب نخلص كلنا في اليوم الاخضر ده. يا باشا انا متوتر وخايف، انا خايف اقول تنظيم القاعده نروح في 60 داهيه. محدش يقول له بقى ان المركب اتحرقت، هو اكيد سمع. يا ظهرك الاسود يا سالم، يا رزقك اللي تقطع يا سالم، يا ظهرك اللي مش معد يا سالم. يا عم ارحمنا بقى، انا نفسي افهم بس انت بتعيط ليه؟ هو احنا مقفوشين في خرابه ولا بنصطاد نسوان؟ احنا مقفوشين بنصطاد سمك، يعني صيد شريف. صحيح ما معناش ما يثبت اننا كنا بنصطاد الشبك والموتور اذا كان المركب كلها راحت. ما ده اللي انا بولول عشانه. الهي تولع وما تلاقي حد يطفيك يا محمود. يا ابني بص النص الكوبايه المكسور، احمد ربنا انك ما ولعتش مع المركب. امي هتروح فيها محمود. يا راجل بس بلاش تبالغ، إذا كان أبوك نفسه غير أمك فضلت عايشة تروح فين يا سال؟ أبويا الله يرحمك يا أبا، الله يرحمك. ورحمة أبوك في بحره، إحنا ما ناقصين، كفاية الهم اللي إحنا فيه ده، عايزين نشوف هنخرج إزاي من المصيبة دي. بس أنت عارف إيه اللي مجنني يا ده سالم؟ إيه؟ هما ليه بيمنعوا الصيد التلات شهور دول بالذات؟ مش أنت المتعلم بتاع الجامعة؟ ما تقول أنت، مش عرفني. مش أنت الصياد اللي كان عندك مركب وولعت؟ فهمنا. انا اخويا اعرف ان احنا طول عمرنا بنصطاد طول السنه واحنا ورزقنا على الله، فجاه طلع لك في موضوع ممنوع الصيد في الثلاث شهور دول. اديك اتمنعت من العمر كله. ايه عارف احنا لو نخورنا ورا الموضوع ده اكيد هتلاقي حد من الحراميه الكبار ليه مصلحه، يعني مثلا بياخد توكيل السمك ويبيعه لمحلات السمك. عمرك دخلت محل سمك في اي وقت وطلبت سمك وما لقيتش؟ لا. وفي الاخر يجوا على الصيادين الغلابه اللي زيك ويقول لك بنمنع الصيد، قال ايه؟ بنحافظ على السمك. طب واحد زيك لما يمنعوا الصيد ثلاث شهور يعمل ايه مثلا؟ يصطاد نسوان؟ يصطاد نسوان؟ تجيب منين الفلوس اللي هتصطاد بيها النسوان اذا كانت المركب ولعت؟ خلاص ابوس كعب رجلك. خلاص انت عايز مني ايه؟ قلبت عليا كل المواجع اللي في حياتي، ابويا اللي مات، النسوان اللي مش طايلها، اعمل ايه؟ انت عايز مني ايه؟ عايزك تقول كل الكلام ده ياض قصاد وكيل النيابه، تشحت في قصاده. لازم الكاتب وهو بيكتب المحضر دموعه تغرق الورق. اقعد بقى احكي له على امك العيان، وابوك اللي غيره، وظروفك القطران، والنسوان اللي انت مش طايلها، كل مصايبك احكيها. بس انت عارف احنا موقفنا كويس في القضيه دي. ازاي؟ خدتش بالك ان هما فكونا الغمايه والكربشات؟ اسالني انا عن الناس دول، انا خبره في شغلهم. ها قالوا حاجه مفيده؟ دول اكلوا دماغنا يا فندم، خصوصا الجدع اللي اسمه محمود ده. هانا كلام عن الصيد والسمك. الحته الوحيده اللي قالوا فيها حاجه ممكن الواحد يقف عندها. العيال دي شكلها متدرب على تقيل قوي، اقطع دراعي ما كانوا عرفوا مكان الكاميرا فيه. تفتكر يا فندم؟ واضح جدا من كلامه. عموما اللي ما طلعش بالذوق يطلع بالعافيه. حضروه. بقى موقفهم ضعيف؟ الهي ما تشوف يوم عادل في حياتك يا محمود. بلاش الدعوه دي يا سالم، ده احنا عشره عمر. وبقول لك ايه يا باشا؟ هو ايه لازمه الكلبش اللي من ورا ده؟ انا اسمع انه مش قانوني. ولا السد يروح امك. اكيد سمعت تقيل يا باشا، بس بلاش تشتم سالم بالام عشان امه عيانه. استظرف يا ابن العبيطه، مش كفايه هاري دماغ امي من الصبح؟ منين اننا كنا بنرغي؟ اكيد كانوا بيتصنطوا علينا. قلت لك بلاش تتكلم في السياسه وتلبخ، ده انت هتشوف ايام سودها. ايه يا واد مالك خيرك كده ليه؟ انت ليه شفت حاجه؟ يا باشا وعهد الله اللي حضرتك بتعمله معايا ده ما يرضي ربنا. هو يرضي ربنا ان انت تقتل رئيس بلدك؟ يا باشا يا باشا والله يا باشا انا ما عارف انت بتتكلم على ايه؟ يعني حضرتك تقول لي رئيس بلدي الواد محمود الله يحرقه بجاز يقول لي الرئيس ابو المحطي بتاع الصياديه؟ يا باشا في حاجه غلط وعهد الله. انت شطونا لبعض ولا ايه؟
طيب خده، قلعوا البنطلون، شوف هيكلت سلام الكلام بتاعته ولا لا. لا 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 يا باشا لا، بلاش البنطلون، والنبي يا باشا بلاش البنطلون. بص يا باشا، هلا سعادتك، اكتب سعادتك لكل اللي انت عايزه في ورقه وانا حمدي عليه. صح يا باشا، صح يا باشا، صح، انتوا معاكوا حق، الواد محمود كان بيعمل خليه وعايز يقتل رئيس البلد، احنا ولاد كلب ارهابيين يا باشا. صح صح يا باشا، بس بلاش البنطلون، ابوس ايدك يا باشا، بلاش البنطلون والنبي. ايه ده سيادتك؟ دي اعترافات سالم، اكديك شايف بنفسك امضته موجوده على كل ورقه. امضة مين يا باشا؟ ده سالم نفسه ما يعرفش ان دي امضته. انت بتشكك في كلامنا يا محمود؟ وحضرتك عارف سالم ده مين؟ لو سيادتك مصدق ان سالم ممكن يقول الكلام ده مش هقولك يعمله، يبقى البلد كلها عندها مشكله سيادتك. ايوه كده، خلينا في الجد، سيبنا بقى من قناع السذاجه اللي احنا لابسينه طول الوقت ده. انت لانك شايف ان البلد فيها مشكله قررت انك تقتل رئيس الدوله عشان تحل مشكلتها. هو سيادتك مصدق نفسك؟ معلش ما تزعلش مني يا باشا، بس السؤال ده كان شاغلني من زمان، من اول ما ابتديت افهم يعني ايه ابويا العامل الشقيان اللي بيدينا مصروفنا بالعافيه، معتبرينه خطر على امن الدوله. في الاول كنت بفرح، بقول وليه لا، ايوه انا ابويا خطر على امن الدوله. هو صحيح ما يبانش عليه، بس اكيد مخبي واخد احتياطاته. كنت بقعد ادور في البيت على الاجهزه اللي هو مخبيها عشان يزعزع بيها استقرار البلد. اصل دي اول جمله حفظتها لما سالته هم حبسوك ليه يا بابا. عمري ما فكرت ان ابويا عميل لامريكا واسرائيل عشان بيكرههم بجد. كنت دايما بشوفه بيعيط وهو بيتفرج على نشرة الأخبار لما بيشوف اللي بيحصل للفلسطينيين. بس كنت بقول لنفسي أكيد بيشتغل لجهات تانية، جهات بتحب مصر عشان أبويا بيحب مصر. بس كل ما كنت أكبر وأفهم أبويا أكتر وأشوفه خارج من حبسة لحبسة من استدعاء الاحتجاز، كنت بسأل نفسي سؤال، هما الناس دول عارفين حاجة عن أبويا هو نفسه ما يعرفهاش؟ هو ممكن يكون أبويا عميل من غير ما يعرف؟ عميل ما بيقبضش. طب عميل لمين؟ هي الناس دي مصدقة نفسها أوي كده ليه؟ بس النهاردة يا باشا أول مرة أعرف إن اللي ممكن يصدق إني سالم يتآمر على قتل رئيس الجمهورية هو نفسه اللي ممكن يصدق إن أبويا خطر على أمن الدولة. جميل أوي، فضفضت، استريحت، رجعت لماضيك الحزين. نرجع بقى الموضوع، ما هو قولك فيما هو منسوب إليك في اعترافات المتهم الثاني بأنك قمت بإقناعه بالتآمر لاغتيال رئيس الجمهورية أثناء زيارته للمنطقة الصناعية في رشيد، بعد أن علمت بنبأ هذه الزيارة من والدك الذي علم بها بحكم صلته بالأوساط العمالية، وقررت أن تقوم بهذه العملية احتجاجاً على أوضاعك الشخصية والاجتماعية كما هو مثبت في اعترافات المتهم الثاني؟ هو ده خط سيادتك؟ تسأل ليه؟ أصل خطه حلو قوي يا باشا، بس أنا خطي وحش. مش مهم يكون خطك حلو ولا وحش، المهم إجابتك على الموضوع الخطير اللي أنت متورط فيه ده، إذا كنت أصلا مدرك خطورته. إذا كان سالم نفسه أدرك يبقى أنا مش هدرك، ده حتى يبقى عيب على الشهادة اللي أنا خدتها. بس يعني كنا وفرنا كل المجهود ده، وكان الورق ده جه جاهز من الأول يا باشا. يعني إيه؟ يعني أنا هعترف سيادتك، هما بيقولوها إزاي في الجرايد، سأدلي باعترافاتي كاملة، بس أنا هدلي لوحدي ولا حد هيكتب ورايا؟ مش لما نعرف أنت هتدلي بيه الأول؟ عندك حق يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، أقر أنا وأعترف فعلا بكل التهم التي وجهها لي المتهم الثاني، أخويا وشريكي وصاحبي، ولا أستطيع أن أنكرها
لان مش من اخلاق الصحوبيه ان اطلع صاحبي عيل. بتهزر يا روح امك؟ لا والله انا بس حبيت ادلي بالبلدي، بس انا عارف ان ده ما يصحش. سامحني سيادتك بقى يعني في التشكيل. اقر انا واعترف بانني شعرت بحقد شديد تجاه السيد رئيس الجمهوريه، لانه يعتبر المسؤول الاول عن اتهام والدي العامل المكافح الذي يبحث عن حقوق العمال بانه خطر على امن الدوله، وهو مما ادى الى اعتقاله عده مرات، وبالتالي الى حرماني من التعيين في السلك الجامعي كمعيد، رغم انني كنت الثاني على دفعتي، وكل ذلك بسبب التقارير الامنيه. فلم يكن بمقدور شاب مثلي ان ينال حقه في الوظيفه الجامعيه التي يستحقها، وبالتالي لم استطيع ان اتزوج او ان انفق على اسره، فانا بلا وظيفه وبلا مستقبل. وبدلا من ان اصبح معيدا بهندسه الميكانيكا اصبحت ميكانيكي، وحتى دي مش لاقيها. انا اسف يا فندم، انا اسف ان قلتها بالبلدي بس هقولها لك بالنحوي، وحتى هذه لا اجدها، وكل ذلك بسبب التقارير الامنيه. ولذلك بتهزر؟ عامل فيها ذكر؟ بلعب معاك في الشارع انا؟ عندك حق يا فندم، انا اكيد خرفت. طب ممكن سيادتك تكتبوا اللي انا عملته وانا همضي عليه؟ ما انت هتكتب اللي انت عملته وهتمضي عليه. لا ايه سيادتك، عايزينك ثانيه لو سمحت. مش وقته، اعتقد حضرتك لازم تيجي معايا. فينك أمن الدولة بيننا وبينك؟ يا حرية فينك؟ 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 فينك أمن الدولة بيننا وبينك؟ أمن الدولة يا أمن الدولة، فين الأمن وفين الدولة؟ اوعوا 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 انت وهو. أمن الدولة يا أمن الدولة، فين الأمن وفين الدولة؟ أمن الدولة يا أمن الدولة، فين الأمن وفين الدولة؟ يا حرية فينك؟ فينك أمن الدولة بيننا وبينك؟ يا حرية فينك؟ فينك أمن الدولة بيننا وبينك؟ عاش عاش حسني مبارك، عاش عاش حسني مبارك. يا طنط، اللي شايله صورته ده هو اللي سكن جوزك وولادك الاثنين؟ بس يا ولا ابعد عنها انت وهي تعمر، الرئيس استحاله يكون عارف بكل اللي بيحصل ده، كل اللي بيحصل ده من وراه، الرئيس قلبه كبير، احنا بنحبك يا رئيس. عاش عاش حسني مبارك، يسقط يسقط امن الدوله، عاش عاش حسني مبارك، امن الدوله كلاب الدوله. يا حاج ما هو حسني مبارك هو اللي جاب امن الدوله، ما ينفعش. لك بقول لك ايه يا بنت، انت خدي صاحبك وامشي من هنا، انتوا لسه جداد في الهم ده، انما انا متودكه فيه من زمان. الريس قلبه كبير، قلبك حنين يا ريس، قلبك حنين يا ابو علاء وجمال، ربنا يخليك لينا يا حبيب يا حبيب يا مبارك يا حبيب، اضرب اضرب تل ابيب. يا محمود إيه؟ غصب عنا محمود، غصب عنا صاحبي، ما انت عارف الراجل مننا ما عندوش غير حاجتين، جيبه وشرفه، وانا جيبي زي ما انت عارف، كان لازم احافظ على شرفه يا محمود. هو انت فاكر باللي انت عملته ده حافظت عليه؟ انت ضيعتنا. بقول لك ايه، انا انت وهو احنا مش هنقعد نرغي للصبح، عندكم ميعاد عرض على النيابه لازم تلحقوه. خد تتغير هدومك انت وهو، وبعدين تخشوا على الحمام توضبوا نفسكم ماشي، عشان يبقى شكلكم كويس قدام النيابه. باشا هو احنا هنطلع اسكندريه؟ هتعملوا ايه في اسكندريه يا ابني؟ انتوا هتتعرضوا على النيابه هنا في رشيد، يلا خلصونا. نيابه هنا في رشيد؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود، ضيعتنا ضيعتنا يا سالم. ضيعتك ليه يا محمود؟ انت مش سامعه بيقول نيابه؟ انا من خبرتي قدام التلفزيون بقول لك ان النيابه دي حاجه خير ان شاء الله. الكلام ده لو احنا ممسوكين في قضيه نفقه، لكن بعد الكلام اللي انت قلته في اعترافاتك الهبله هيودونا في 60 داهيه.
تعرف انا حاسس بايه؟ ايه؟ الناس دي هتخلص علينا. ازاي؟ الحكايه دي دايما بشوفها في القضايا السياسيه الكبيره المتلفقه، عشان محدش يسالهم لفقتوا القضايا دي ليه؟ يقوموا يلبسوا المتهمين لبس عادي كده وياخدوهم في حته فاضيه في الصحراء في الطل ويصفوهم. يعني ايه يصفوهم؟ يعني يخلصوا عليهم يا سالم. يا ريت ما سالت، يا ريت ما سالت. انت بتهزر يا محمود، انت بتهزر صح؟ دي لعبه وياما بتتلعب. يقول لك تم اطلاق النار عليهم اثناء هروبهم، وبكده يدفن سر القضيه مع اللي اتقدم. انت بتتكلم عن جوز فراخه يا محمود؟ لا، انا بتكلم على جوز بني ادمين محترمين واخدين حقوقهم. يا عم قوم بص لنفسك في المرايه، في فرخه تاكل العلقه اللي انت اكلتها؟ الحقيقه لا. بس لا، انت بتكبرها، انت من عيله مخها بايظ اساسا وبتكبر المواضيع وبتعمل من الحبه وبه. انا عارف انا هعمل ايه. انا هروح قدام الباشا وكيل النيابه، هقول له سعادتك الاعترافات اللي مكتوبه دي كلها كانت تحت تهديد قلع البنطلون، يعني الكلام ده كله كذب. فالباشا هيصدقني وهنطلع من القضيه دي زي الشعره من العجين. طيب انت حر بقى، عايز تضحك على نفسك براحتك، بس اقنعني الاول. اذا كان الضابط قاعد جوه بقاله ساعتين عمال يهددني ويقررني ان انا حاولت اقتل رئيس الجمهوريه، يعني قضيه ارهاب، والقضايا اللي زي دي بتروح محاكم عسكريه او نيابه امن دوله، ورشيد لا فيها دي ولا دي. ضيعتنا يا سالم. طب ما يمكن عرفوا غلطتهم وعرفوا ان احنا مالناش دعوه بالموضوع ده. تصدق زادي فاتتني. اقول لك، انت عارف الضابط وهو بيكتب المحضر الاداه ادى، فالقلم اترعش في ايده ودموعه غرقت الورق، وكلم امه وقال لها مش هظلم حد تاني، وبكره يما هنروح نطلع نعمل عمره. انت عايز تجيب اجل يا سالم؟ يا جدع ارحم امي بقى، ارحم امي. انت عايز مني ايه؟ المركب ولعتها، عايز تحرق دم امي؟ انا دم امي محروق، انا دم امي. الله يلعن ابو صحبيتك يا اخي. وانت يا ابني تعترف عليا بالكذب وكمان بتزعق؟ ده ايه البجاحه دي؟ ده روح. انا بوعيك. اثبت يلا انت وهو. ابوس ايدك، انا مش عايز اتصفى. تتصفى ايه يا انت عبيط؟ انا مش هوطي ولا ابوس رجل حد، انا هتصفى وانا رافع راسي فوق. احنا طول عمرنا عشنا رجاله ولازم نموت موتة رجال. ايه العيل الهبله دي؟ بقول لك ايه، ولا انت وهو ما تاخدوش دماغي. قدامكم خمس دقايق بالظبط اجي الاقيكم لابسين وجاهزين. اوعى تبان عليك اهبل ولا ايه؟ جاتكم القرف. مش قلت لك ايه؟ يالا انت وهو ضاربين بوز ليه؟ مش تفرحوا انكم اخيرا هترتاحوا؟ ايه يا ابني ده؟ ظبط هدومك، ظبط يا ابني، ظبط. ما عندناش وقت، خلصوني. انت يا ابني ما تخرجهمش من الباب اللي قدام، خرجهم من الباب اللي ورا، هتلاقي العربيه مستنيه. يا باشا ابوس ايدك، ابوس ايدك يا باشا، انا مش عايز اخرج من الباب اللي ورا، خرجني من الباب اللي قدام. انا مش هيفرق معايا اخرج من اي باب يا باشا، مش هديكوا فرصه تشوفوني وانا ضعيف. العيال دي اتعطوا ايه في السجن؟ الله يخرب بيت العساكر اللي ما بتبطلش تهريب. خلصنا يا ابني، انا مش ناقص وجع قلب، خلونا نخلص من الشغلانه دي. يلا ليك راجل يا سالم، اعتبر ان المركب خريت بينا في البحر. اشهد ان لا اله الا الله. خدوهم. انا بتبلغ سلامي لامي، قول لها ان انا كان قصدي خير وان هي كانت حاضره خير والله. كان نفسي اطمن عليها حبيبتي. يا هما كمان اتقطمت وسطنا واحنا بنجيبها واحنا بنروحها. يا نهار اسود، انتوا قبضتوا على امي؟ انتوا خلاص ما عندكمش حرمه لاي حاجه؟ وانت اللي اعترفت علينا بالكذب عشان تحافظ على شرفك. مش هكرر بقى الكلام اللي قاله على حق. لا اله الا الله. لو فيكوا راجل يفك الكلام شات، وانا هفرجكم انا عامل فيكوا ايه؟ كان فين الجبروت ده من الاول؟ دايما مأخر يا سالم. خرج لي ابن المتهم التاني ده بره، خلينا نبتدي بالاولاني اما نشوف. مفيش فايدة؟ كمان بتضربه قصادي؟ طب ايه رأيك دي لوحدها جريمة؟ يا باشا أنا ما نطقتش. والله أما نشوف. جايب معاه محامي ده ولا جاي لوحده؟ في تلاتة معاه بره، وفي منهم واحد معاه توكيل من أخت المتهم. تلاتة؟ تلاتة محاميين؟ ليه يا ابني؟ المسألة مش مستاهلة يعني. هات لي محامي من اللي واقفين بره، خلينا نبتدي بقى. لما أنت تقدر توكل تلاتة محاميين يعني، إيه اللي رماك الرمية السودة دي؟ والله يا باشا لسه بسأل نفس السؤال ده. الله السلام أعلم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. صباح النور يا شيخ يحيى. احنا مش مستنين حد يعرفنا شغلنا. معلش يا فندم، واذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. انا ساثبت لسيادتكم ان هذه القضيه ملفقه تماما من البهوات في مباحث امن الدوله، وسيعينون الله على ان نثبت خلطها وخطائها تماما كما فعلنا مع كل الذين اتهموهم ظلما وعدوانا، مثل الاخوه العائدون من افغانستان، والاخوه العائدون من البانيا، والاخوه العائدون من الصومال، والاخوه العائدون من كشمير. ايوه، الاخ ده عائد منين؟ مين ده يا باشا؟ ده المحامي بتاعك. انا معرفوش، ولا وكلته ولا عايز اوكله. الحاج اسماعيل ابو شنب اللي جبت له براءه في قضيه اغتيال عاطف صدقي هو اللي وكلني بتوكيل من الاخ حسين زوج اختك ام عبد الرحمن، اصله بيقرا في نفس المقراءه مع اخونا عطا الانصاري اللي كان المتهم العاشر في قضيه النجونه من النار. اقبض على كل الاسماء اللي قالها دي سيادتك. احلق شنب الحاج اسماعيل نفسه لو كنت اعرف اسم واحد من اللي قالهم دول يا باشا. ممكن اقرا المحتل لو سمحت؟ ممكن جدا، اتفضلي، بس بسرعه ارجوكي علشان نبتدي التحقيق بقى. انا مستحملك على الاخر علشان ما تطلعيش بره تقولي ان النيابه ما بتديش المتهم كل حقوقه، ها، والحاجات بتاعت حقوق الانسان دي. انما خلي بالك، للصبر حدود. حضرتك مش بتمن عليا بده، المتهم لازم ياخد حقوقه كامله. لو الكلام ده مضايق سيادتك انا مستعد احلف اني ما اعرفهاش. لما ما قلتليش بقى اخ محمود، انت ايه حكايتك بالظبط؟ اصدقاء سوء يا باشا، هم اللي خلونا لوس البيئه البحريه، منهم لله. لا انا ما بتكلمش على التهم دي، انا بتكلم على التهمه اللي كانت موجوده هنا من شويه. يا ابني بقى مش عايزين نتكلم في الحاجات دي هنا يعني يا صدر. انا بتكلم جد يا ابني. بنت زي القمر وجايه مخصوص علشان تشهد انها كانت متجوزاك، وقال انت اللي مش موافق. ايه؟ على فكره انا سبتها تمشي بس علشان صعبت عليا. ربنا يخليك يا باشا. مفيش، هو زي ما سيادتك شفتها كده بنت جدعه وجميله، بس عقلها على قدها. كنا بنحب بعض زمان واتخطبنا، بس لما اترفض تعييني في الجامعه كمعيد لاسباب امنيه فسخت. ابوها وامها ما كانوش بيطقوني، وكانت دايما تصبرهم خطيب هيبقى ليه مستقبل، هيبقى معيد. فلما بقاش ليا مستقبل قلت تيجي مني يا باشا وافسخ انا الخطوبه. وعنك بقى لسعت البت، مصممه من ساعتها تتجوزني باي طريقه وباي شكل. وانا مش عايز ابهدل بنات الناس معايا يا باشا. لا جدع يا محمود، بس ايه حكايه الاسباب الامنيه اللي خلت الجامعه ما تعينكش دي؟ اهو بقى يا باشا، دي احنا رافعين قضيه على ايد الاستاذه، وربنا يقدم اللي فيه الخير. سيادتك، المحضر ده ما فيهوش ولا كلمه بخصوص احتجاز موكلي وصديقه من جهه امن الدوله، ولا عن تعذيبه. ما انا لسه قايل لك كده من شويه. طيب انا بقى بوجه اتهام رسمي للسيد رئيس فرع مباحث امن الدوله ومعاونيه باختطاف موكلي وصديقه وتعذيبهم. طب ده ايه علاقته بموضوع المحضر؟ ازاي بس يا فندم؟ هما لما اتفضحوا في وسائل الاعلام لفقوا القضيه اللي قدام حضرتك دي عشان يداروا على اللي عملوه. مش محتاج اقول لك يا فندم، انا بنكر صلتي بالست دي تماما. انت مجنون يا ابني؟ محمود ما تضيعش حقك، انت وصاحبك لازم تعمل لكم تقرير طب شرعي دلوقتي حالا قبل ما اثار التعذيب تروح من عليكم. هي فين اثار التعذيب دي؟ يا باشا وانا بلوث البيئه البحريه، ايوه سيادتك راسي خبطت في الشعب المرجانيه، بس انا استاهل. طب والتعليق يا محمود؟ والكهرباء والضرب؟ على فكره انا قابلت سالم بره وحكى لي على كل حاجه. اهو سالم ده بقى بالذات سيادتك مدمن مخدرات، ولو حللت له البيبي بتاعه هتلاقوه مدمن. انا يا فندم بتاع تلوث البيئه البحريه والصيد، انا بعترف ان انا لوثت البيئه. يا اخي افهم، دول بيحاولوا يبتزوك عشان تتنازل عن حقك. هما مين بقى اللي بيبتزوه؟ لو سمحتي وضحي كلامك يا استاذه. ضباط مباحث امن الدوله. يا فندم هما مراهنين انه زيه زي كل الناس اللي بيظلموهم، انه هيختارهم يبقى سلبي مدورش على حقه وهما يفتوا بجريمتهم. انت محسساني ان هما قتلوني، ايه يعني شويه كهرباء وكام عصايه؟ طب لعلمك بقى يا فندم انا كنت محتاج الطاقه دي، بقى لي فتره محبط كده مش عارف مالي. تقصد انك كنت محتجز فعلا؟ يعني عايز تقول ان الكلام اللي الاستاذه بتقوله ده صح؟ يعني سيادتك ما تعرفش؟ نعم. انت هتهزري؟ انت قاعده قصاد نيابه. تقصدي ايه يا استاذه؟ معلش سيادتك بس ممكن استاذنك كلمه بس هقول لها كلمه على الانفراد يا فندم. اتفضل. ثانيه يا فندم. ما احنا في نيابه سويسرا. معلش انا اسف. اعملي معروف انا مش عايز صوت الحنجوري هنا، انا مش عايز اعادي بتوع امن الدوله، انا عايز اكسبهم عشان بكره اروح اقول لهم ان انا ما رضيتش اتهمكم ويسهلوها لي في تقرير الامن. عايز تشتغل معاهم مخبر يا محمود؟ مخبر ايه؟ انا هساومهم. دي قصاد دي. بقى قابلني. السكه دي ما تنفعش معايا. ولما انت عارفه ان السكه دي ما تنفعش معاهم، عايز انا اعاديهم ليه؟ يا ستة بوس ايديكي خلصيني انا وسالم من القضية اللي احنا فيها دي، انا عايز اروح استحمى جدتي عفنت
وبعدين ما تقلقيش، اكيد الجايات اكتر من الرايحات. اوعدك اول ما يمسكوني ويكهربوني ويعذبوني هخرج من فرع امن الدوله على الطب الشرعي عدل. انا امي ست عيانه ولو وقعت مني بره مش هسامح نفسي العمر كله. ابوس ايدك خلصيني. احنا هنفضل على كده كتير ولا اجيب لكم اتنين ليمون؟ لا يا فندم خلاص، واضح ان كان في لبس قانوني يا فندم، لا في احتجاز ولا في خطف ولا في اي حاجه من اللي مكتوب عند سيادتك في الورق دي. يا ابني انت هتجاوب من قبل ما نسال؟ مش في محضر واتهامات لازم تجاوب عليها بالتفصيل. معلش يا باشا بس اسلم على صاحبي ثانيه. سالم وعهد الله ما اعرفه. حبيبي يا سالم اوعى تمشي ورا كلام الست الثورجيه اللي جوه. احنا لا رحنا امن الدوله ولا حد ضربنا ولا حد اغتصبك ولا حد سيح عمل. سيح ان انا كنت هغتصب. سيح اول ما الراجل يقول لك كنت بتعملوا ايه في المركب. المركب المركب يا الله الله يحرق المركب وسننها. يا ابني اسمعني. اجيب لكم ايه عشان تحضنوا بعض انت وهو؟ جرايه يا باشا انت هتفهمنا غلط. وانا ببوسه انا بحضنه. ربنا معاك يا سالم. ربنا ياخدك وارتاح منك يا محمود. ربنا يخليك حبيبي صاحبي. الروح بالروح بس عنده ظروف بقى. ابوه غرق في نفس الحته اللي امه ان شاء الله هتغرق فيها. انا كنت عايز اخش الحمام يا باشا. هتفكنا بتاع ده ولا ايه؟ ماشي بس مش هفك لك الكلبش. عندنا ما دخلنا. يلا واللي يحصل يحصل. هو مش الامين قال لك ان هم طالعين خلاص؟ هو قال كده ببلاش. ده لدى 40 جنيه وحلف بالطلاق لو ما خرجوش لا يرجعه. امال اتاخروا ليه بس؟ ده الفرقه نامت خلاص. ما يمكن بيعملوا تحريات على الواد اللي اسمه سالم ده ولا يكون عليه احكام ولا حاجه. احكام ايه يا بنتي؟ ده الواد سالم ده عمره في حياته ما شاف الحكومه غير النهارده. ما اروح اشوفهم تاني. اهم اهم يا فرج الله. بقول لك يا محمود انا مش عايز اشوف غليتك تاني. وخلصت خلاص. خد ياض يا ابن الورمه. مش حال ما كنتش انا اللي مطلعك من جوه. يا سلام يا اخويا ما انت اللي مدخلني جوه. اوعى وعدت كمان هتتابعوا عليا عشان تفرح كتكنيله فيك وفي امك. تعالى يا حبيبي تعالى يا بابا. شيخ حسين واخد اسم بالرقصه دي ولا ايه؟ يا سيدي الضرورات تبيح المحظورات وانا هيجي لي اغلى منك علشان اغلط عشان الحوده. حلاوه يا شيخ حسين. ايه يا باسم؟ واحنا مش كنا مجهزين مظاهره اللي قالها بقى فرح بلدي كده؟ وربنا ما اعرف ازاي ده حصل. طب بطل تترقص. لا 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 مش عارف اصل بصراحه المزيكا ترقص. ايه مبسوط قوي المظاهره باظت؟ دي كانت فرصه ذهبيه ان احنا ندي امن الدوله دول على نفوخهم. لعلمك بقى الواد العقري ده هو اللي ورا الحكايه دي. مين؟ محمود؟ هو في غيره؟ على فكره طلع مش سهل ابدا. انا حاسه كده ان هو مظبط مع امن الدوله. شكلهم مثلا وعدوه ان هم يخلصوا تعيينه في الجامعه ولا حاجه. ايه يا منى؟ هي الحدايه بتحدف كتاكيت. حد يقول له عبيط. وايه هتعملي ايه؟ هوريك انا هعمل ايه. لا يا حاج ما كان ليها لازمه المصاريف دي كلها. وانا برضه هدفع مليم واحد في الهيافه دي. ايه ده؟ امال مين اللي دافع ثمن الليله دي يابا؟ انا عارف. طب لما انت مش عارف بقى كان جبر القصب الشمعدان كان نفسه اتصور معاها حد. سماحة سمعني سلام للعدل والعدالة وسلام طاير حال للأحرار وأحلى سلام على طول السلام لحقوق الإنسان. حق التعبير حق الإضراب يعني حقك مش هنسيبه أبدا يا مصر. قولوا معايا يا رجالة يا حرية فينك فينك أمن الدولة بيننا وبينك. تحبسي امي النهارده ها؟ لحسن حظك انت وامك مفيش قانون جنى على رقصة الشارع. مفيش عامل حسابك ها؟ حساب ايه؟ هو انت فاكره ان انا جايب الناس دول؟ انا فاكره حركه الافراج دي بنت تلاقيها من ابيض واسود ها؟ اهي شكلها هتتعامل في كل انحاء الجمهوريه. ما تخافش حقك محفوظ حول انت اللي بداتها. طب يا عم ميها براحتك بقى يا حبيبتي بس ما تجيبيش سيرتي خالص عشان انا فلتت بعجوبه النهارده. ان كنت فلتت بعجوبه يا محمود عشان الناس دي اتلمت عشان تخرجك. ولا كان زمان زي غيرك مرمي في السجن مش لاقي حد يطلعك اصلا. يا جماعه
احنا لازم نطلع على امن الدولة دلوقتي. ازفهم احلى زفة بالفرقة اللي زي العسل دي. ايه يا عم انت؟ ايه امن الدولة ايه اللي هنزفها بالفرقة؟ انت تبع اهل العروسة ولا العريس في الفرح الاسود بتاعكوا ده؟ اكيد تبع الاستاذة مشاكل دي. هو مين اللي هيطوعه؟ امن دولة مين اللي هنزفها؟ هو انت خارج من قضية ايه يا باشمهندس؟ اوعى تكون بتاع سياسة. اعوذ بالله يا حاج، انا راجل بتاع حشيش، كنت مهرب تنين حشيش وخرجت اجراءات، اديها ما يهمكش. بلديها بلا بتاع، ادينا بقيه العربون خلينا نمشي. هو فين الراجل ابو دقن اللي دفع لنا العربون؟ ايوه اهو، ادينا بقيه الحساب يا عم الشيخ خلينا نمشي من هنا. يخيبك يا حسين، هو انت اللي دافع ثمن المسخره دي كلها؟ عشان تعرف انت غالي عندي قد ايه يا حوده. يا حبيبي يا سحس، جهنم وبئس المصير ان شاء الله. يا محمود يا عيله مكانين، جننتوني خلاص. وعهد الله لو عندك راجل نزل قول يا محمود، او انزل انت. وعهد الله نفع راجل. ايه ده؟ أنا مش ده الواد ده صاحبك؟ يعني صح كده يا محمود؟ ابعد عنه دلوقتي يابا وسيبه في حاله، انا عارفه. ما ينفعش، عمال يهلل في الشارع، ما يجي هنا يقول اللي هو عايزه بينا. انا هروح اشوفه. خد بالك منه يابا، الواد ده طول عمره اهبل في النشان. على رايك نص الطوب اللي بيحدفه بيقع في بلكونه ام عماد. يلا تستاهل. استنى يابا انا جاي لك. ايه يا ابني بس في ايه؟ والله ما انا سايبك يا ابن المفضوح. خد يابا اديله يابا من البصر. ايه خد يابا. اسمع يا حاج. ولا اسمع، ابعد عيالك الاثنين عني، والا وعهد الله هعورهم او اعور نفسي واعمل محضر في ناس. طب خد بس. ولا خش هات كل الخضار اللي عندنا يابا، انا عارفه. امسكوا امسكوا يا حاج. اخدوا عطا مش كده. خد امسكوا يا حاج يابا، اديله مناصر صاحبي وانا عارفه. خد. ولا الواد مش عايز يسمع الكلام ابدا، طلع يجري اول ما شافني. مش قادر ينسى يابا من ساعه ما عدته واحنا صغيرين. مخه على قده بقى. ياك تيجي هنا تاني. ها ايه العيال الهايفه دي؟ يلا بينا يابا. هدي يا اخي، خساره فيه البصل والتوم اللي خده في نفوخه. بقولك ايه يابا، ما تيجي نرجع نسقله تاني. لا لا لا، ودي البصل المطبخ وامك تضربنا. قال ايه ابنك تاني اللي هيتمرمط بس لما اشوفه؟ عيب كده يا ولا. حودة، ما سمعتش قتح وهي بتغني لي في الطريق سوق على مالك سوق؟ يا قتح بتغني؟ اوه، سمعي اسلوبك في الغناء قتح والنبي. بس بقى يا شافع عشان خاطري. سوق على مهلك سوق، خلي الدنيا تروق. اها ها. سوق على مهلك. بس بس اسوق ايه ونيل ايه؟ مين دول اللي قدامنا؟ لا اجري اجري اوعى تقف اوعى تقف يا شافع، ده شكلهم حراميه لا يعملوا فينا حاجه وفي العيال. ما اقفش ازاي؟ انت مش شايفاهم مسدين الطريق ازاي؟ انت هتقعدوا ترغوا، اوعى تخش الناحيه الثانيه لما نتقلب. انا حظي استرها معانا يا رب. غنيت يا قطع. شايف على مو استر يا رب. انزلوا قطعه وجبه، انزلوا في ايه يا جدعان؟ ما صحش كده، احنا معانا عيال. بقول لكم ايه، خدوا العربيه بس سيبوا لي مراتي وعيالي. وياخدون انا يا رجاله؟ معانا عيال ما صحش كده. هم يعملوا فينا ايه يا شافع؟ عارف يعملوا ايه يا شافع؟ انا قطع الطريق. ما تقول حاجه لاختك يا محمود. لا ايه بس غنيت يا قطع. ما تهدوا شويه عشان تعرفوا احنا عايزين ايه، ولا الواحد فيكم يركب عربيته ويدهس خلق الله ولا يمه. انت هز حد يا محمود؟ ما اعرفش انا كنت. يلا انت وهي على جوه، يلا خدوا على البيت. يلا اتحرك. تعالي تعالي يا غاليه، تعالي امشي. ماشي ماشي اهو ماشيين، امال هنعمل ايه يعني؟ استر يا رب. ما تخافوش اولاد، ما تخافوش ابوكم معاكم. امشي. ماشيين اهو. مين دول يا شافع؟ هما يعملوا فينا ايه يا شافع؟ طب مودينا على فين يا شافع؟ ما تقع شافع تشريفك، بتقول حاجه لاختك. اقول ايه؟ شايفني كل يوم بتخطف. يلا ماشيين اهو يا عم. قول المدام تهدى وما تخافش، محدش فينا هيلمس لكم شعرك. المهم ندخل البيت بالراحة من غير كتر كلام. محدش هيلمس لك شعر أختي. حركوا. حاضر. إيه؟ من غير كلام. من غير كلام. يلا. حاضر أخويا، حاضر حاضر. قطع وجبة، قطع وجبة، يلا أخوانا. ما تخافيش يا تحية جمال أمك. خشوا بسرعة. حاضر يا عم، حاضر براحة علينا معانا عيال. يلا. يعني إيه؟ احنا في غابه عشان يخطفونا وياخدونا رهائن. ما تضايقش نفسك يا استاذ، المساله سهله خالص وهتخلص بسرعه. مجرد السيد المحافظ ما ياخد خبر باللي حصل، تاني يوم على طول هينفذ لهم اللي هم عايزينه وهيمشونه على طول. يا سلام،
هو كل واحد الماء تتقطع عندي يومين يطلع يقطع الطريق وياخد النصر هاين لنبع خربت. لو انت ما تعرفش انها خربت يا شافع. معلش معلش الظهر الموقف جديد عليه شوية. لا هو الموقف قديم بالنسبة لك؟ دي تالت مرة لينا. مش فاهم وجهة نظرك. أصل أول مرة خطفونا خدونا يوم وليلة لحد ما استلموا القرار ببناء الكوبري العلوي. المسألة كانت سهلة شويتين، لكن تاني مرة بقى كانت طويلة حبتين. كانت من سنة وشوية، يوميها الأهالي قطعوا الطريق علشان يدخلوا الكهرباء. كنا حوالي 30 أسرة. هم صحيح ضايقونا أول أسبوع، لكن بعد كده شالونا فوق الأرض شيل. بس ما أعتقدش المرة دي تطول أكتر من أسبوع. الشبكة موجودة، مفيش بس غير المية هي المقطوعة. انتوا ليه محسسيني ان انتوا بتمشوا على الطريق ده بالذات عشان تتخطفوا؟ لا 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 لا، المسألة مسألة صدفة. أصل احنا لازم نعدي على الطريق ده مرتين في الأسبوع، بما إننا مقيمين في دمياط وبنتي عايشة ومتجوزة في اسكندرية، فلازم نروح خميس وجمعة. في القزريطة. قزريطة إيه ونيلة إيه؟ عيب كده يا شافع، ما يصحش. معلش هو أعصابه تعبانة شوية، بس إن شاء الله المرة اللي جاية هتبقى أعصابه أهدى. هو الأستاذ ماله متضايق كده ليه؟ قول له الحكاية بسيطة جدا، أبسط مما تتخيل. صدقني يا أستاذ كلها كام ساعة والصبح يطلع، هشوف أجمل منظر ممكن تشوفه في حياتك كلها، وكمان عشان تعرف إن ربنا ما يحملش حاجة وحشة أبدا. سكت الناس دي يا شافع عشان أنا خلاص بجد بقى هتنقط. معلش أختي أعصابها تعبانة شوية، بس إن شاء الله الأهالي لما يجوا يركبوا الغاز المرة اللي جاية أعصابها تبقى هديت. منو؟ أنت بتهزر يا محمود؟ ده بدل ما تخرج بره تخوفهم وتقول لهم ان انت لسه خارج من امن الدوله وفي ضباط بتدور عليك. ده على اساس انها ميزه. يا جدع مش يمكن يخافوا يمشونا؟ مهما كانوا في وقت يعملوا حساب لامن الدوله. جوز اختي اهبل. لكن ما قلتليش يا استاذ هم امن الدوله بيدوروا عليك ليه؟ لا بسيطه، اتهموني في قتل الرئيس. صدقني خير ما عملت، بس انا قبل ما اطلع من دمياط انا شايفه في النشره. نصيبه بقى. محمود مش هيقطع عليها نهار الا واحنا مدبوحين. ما تخافوش يا اولاد، ابوكم معاكم. لا يا استاذ ما تخافش، الناس هنا ما بتاذيش حد، ما تعملش حاجه وحشه ابدا، كل هدفهم ان هم يعملوا معاكم الواجب. بص يا حاج المقدس سامي شفيق. بص يا مقدس انا معجب قوي بنظرتك المتفائله دي للحياه. ميرسي ليك قوي يا حبيبي، بس المساله مساله خبره. الحياه دي مش عايزك تاخدها على صدرك، طريق الحياه لازم تمشيه، ما توقفش قصادها لاحسن تدوسك. عديها تعدي. الله شايف الحكمة، سمعين الحكم، عديها تعدي. مشكلتي بقى ان كنت طول عمري أقفلها واتصدر لها تقوم أطماني. غبي بقى. هي المدام ليه على طول مبتسمة كده؟ لا لا عيب خلقي، بس ابتسامتها جميلة. هم أخروا الأكل المرة دي ليه؟ هو الأكل هنا كمان بمواعيد؟ دايما يجي فرنجي ساعة من بعد الاختطاف. مكانك يا باشمهندس. صباح الفل يا عم الحاج، ما تخافش انا بس كنت هتمشى شويه في المكان، بعدين ههرب اروح فين يعني في الطل ده؟ معلش برضك ارجع مكانك يا باشمهندس. ماشي يا عم الحاج ماشي، بس نزل البتاع ده. بقول لك ايه، هو انتوا بلغتوا المحافظ ولا لسه؟ واقف عندك بترغي مع مين على الصبح يا جدع انت؟ يا حبيبي يا شافع صباح الفل يا شفعتي. شفت المنظر؟ منظر هيخطفك اكتر ما انت مخطوف. منظر ايه وهباب ايه؟ دي زريبه. تعال محمود. تعال محمود ما نقول كده. قطع وجبي تعالى. ايه انت مش داري باللي حصل بسببك؟ بسبب انا؟ وانا مالي؟ يعني انت مالك؟ هو لما نزلت من بورسعيد كان عشان مين؟
ولما رجعت في نص الليالي برضو كان عشان مين؟ ده على اساس ان انت لو كنت سافرت بالنهار كنت عديت. انت مش شايف كم الملايات اللي جوه؟ وبعدين احنا فيها يا شافع، لو متضايق قوي ارجع تاني. ماشي، هو ايه اللي ماشي؟ ما تصطبح على الصبح يا شافع، وده وقت الكلام ده برضو؟ وبعدين محمود ذنبه ايه؟ وكان يعرف ان هيحصل لنا كده؟ صباح الخير قتح. بلا قتح بلا نيل، انت في ايه ولا في ايه؟ ما شوف لنا تصريفه في الورطه اللي احنا فيها دي. انت واقف ترغي معانا يا شافع؟ فعلا روح شوف لنا تصريفه في الورطه اللي احنا فيها دي. ماشي، يعني هعمل ايه؟ تحيه. هو ايه اللي تعمل ايه؟ روح اتكلم معاهم. هو انت مش ابن سوق؟ لا انا مش ابن سوق، انا هنا ابن فرخه. بلا نيله، طب روح حتى اديهم اي حاجه يمكن يسيبونا نغور من هنا. يعني ايه؟ يعني راح ابني لهم محطه ميه عشان يسيبونا يا جدعان؟ لا ما تبني لهم يا شافع، انت مش بتقول انك في بورسعيد حاجه كبيره قوي، ايه يعني لما تبني لهم محطه ميه؟ ماشي تاني. ماشي، اقول لك حاجه، سيبك من كلام محمود يا راجل، ادينا قاعدين اهو بنغير جو. تروح ليه ولا تيجي ليه؟ خليه كده لما عيالك يموتوا في ايدك يطنقطوا من اللي انت بتعمله والبرود اللي انت فيه. العيال من امبارح يا حبه عيني بيعيطوا. على فكره بقى، تحيه بتتكلم صح. امبارح وانتوا نايمين انا صحيت بالليل كانت الاضاءه ضعيفه شويه، شفت عيالك ودمعتهم على خدهم. ماشي، شفت؟ شفت اخويا بيقول ايه؟ حرام عليك بقى اتصرف. وبعدين هقول لك حاجه، انا الناس اللي جوه دي لو صحوا دلوقتي وطلبوا فطار انا هتشل. على فكره يا جماعه، هنا بيعملوا فطير مشلتت وعسل وجبنه قديمه تاكلوا صوابعكم وراها. الله يخليك، ما لقيش حته مشه قديمه. الحمد لله على السلامه غاليين، اتفضلوا يا حبايبي. تعالى يا محمود ادخل. نورت بورسعيد يا حوده يا حبيب اختك. منوره بيك يا توح. الحمد لله على السلامه يا اولاد. الحمد لله على السلامه يا شافعي. الحمد لله على السلامه ابو ناسب. تعالى بقى معايا هفرجك يا حوده على احلى فيوم ممكن تشوفه في حياتك. ابو نسب بذمتك مش دي شقه تليق بنائب رئيس مجلس اداره؟ كتر خيرك يا شافع، مش عارف اقول لك ايه، بس انا مش محتاج كل ده، انا كل اللي محتاجه اوضه. اوضه؟ ايه اوضه دي؟ لا يا اخويا، ده انت محمود عبد الناصر الاول على كليه الهندسه جامعه القاهره، يبقى اقل من قصر ما نقبلوش. يا حبيبتي يا توحة. ربنا يكبر بخاطرك. بيكبر بخاطرك اخويا، مفيش دعوة بقى للراجل اللي فرش الشقة، يا راجل ده انا فرشها لك من شغل التصدير بتاع دمياط وغلاوتك. هو احنا مش قاعدين في الشقة دي ليه يا بابا؟ بس يا ولد بتقرصيني ليه؟ هو انتوا ما وراكوش غيري؟ الله، ما انا كنت بقول لك تعالى خد دروس هنا تقول لي لا بخاف دي فيها عفاريت. فيها عفاريت؟ ايه يا توحة؟ هو انا جاي اتلبس هنا ولا ايه؟ بابا هو اللي قال كده. حبيبتي ما عفريت الا بني ادم. أصل كنت بقول لهم كده عشان ما احرجش امهم. قتح ما بتعرفش تنام على صوت المراكب. بس انت بقى يا حوده مش هيفرق معاك صوت المراكب ولا ايه؟ ولا يفرق معايا صوت اي حاجه، بس لو العيال عجبهم الشقه يا شافع يعني انا ممكن اروح هناك وانت تيجي تقعد هنا. عسل اخوك يا عسل. يلا يا قتح بقى خد العيال واسبقونا هناك على البيت، وضب لنا غدوه حلوه لحد ما اقعد انا وحوده نتكلم في الشغل. أكلة سمك من اللي على مزاجك. يلا ماشي من عينيا. ما تأخرش يا محمود. حاضر يا توحة، خلي بالك من العيال وما تجريش. ماشي يا أخويا، باي. اديني بقى دقيقة أخد دش وأرجع لك. رايح فين؟ أخد دش وأرجع لك. دش فين يا راجل؟ الدش في الشقة اللي فوق. الشقة اللي فوق؟ أنهي شقة؟ شقتك الجديدة. تعالى ورايا يا جدع. شقة إيه؟ فيو إيه؟ بحر إيه؟ تعالى يا راجل، تعالى ورايا. برجلك اليمين ابو نسب، اتفضل يا غالي. ايه مالك تنح كده ليه؟ مش انت طلبتها بعض مثل لسانك؟ قلت انا مش محتاج غير اوضه. اهي اوضه اهي. مبروك عليك يا وحش، شكلك مش مبسوط. بقول لك ايه شبه حنفي، انا لو كنت كسفت بنوختك ما كنتش جبت منها عيال، من باب اولى. طالما ما بتكسفش من اختك مش هتكسف من اخوها. انا فعلا قلت لك ان انا مش محتاج اكتر من اوضه، بس دي عشه يا شافع. عشه؟ صدق وامن، انا من يوم ما جيت من بلدنا على البلد دي كنت بنام على التروتوار، وساعات ما كنتش بلاقي النومه. بعدين اخرتنا ايه غير متر في متر؟ وانت هنا اخد اكتر من اخرتك ولا ايه؟ شوف براح، تعالى تعال ما افرجك. هوا ايه؟ فيو ايه؟
بحر ايه؟ كنال ايه؟ عفسه ميه ايه؟ ولا ايه؟ ولا ايه؟ ماشي يا شافع. عموما انا مش جاي بورسعيد عشان اقعد في شقه فخمه، انا جاي اشوف اكل عيش. انا بس اللي مضايقني اختي الغلبانه اللي كذبت عليها. رانيا ما بتاكليش بربوني ليه يا حبيبتي؟ رانيا ما بتاكلش السمك، ما بتحبوش وبتقرف منه. مفيش حاجه اسمها تقرف وما تقرفش، اللي اتعمل تاكل منه. يا جماعه بس البنت جعانه حرام يعني. بقول لك يا محمود، سيبنا ربع عيالي بالطريقه اللي تريحني. ما قلتليش يا محمود، ايه الشقه عجبتك؟ الشقه وهي دي شقتها، هي ده قصر عظيمه. عمال اتقلب من السرير ده للسرير ده ومن الاوضه دي للاوضه دي، مش عارف اعمل ايه. انا بقول لك تعمل ايه، كل يوم بات في اوضه. حلو افتح على الاقل تعمل ونس في كل اوضه شويه. ما متونسه بانسك يا ابو نسب. جميل جمال جوزك ده، تحيه. ابن حلال مصفي. ايه قلت ايه؟ في ايه؟ انت قلت ابن حلال. ابن حلال، ابن حلال يا هاني، باباك ده راجل عظيم. انت مش فاهمني، البربوني ده اصل فيه بطروخ، والبطروخ ده صديق الرجل الشرقي. يا عم اضرب بقى. ده تتقرف يقرفك، مش صابره لما تروح الحمام. على فكره يا جماعه مش عايزكم تقلقوا، دي مرحله طبيعيه خالص، بكره هي اللي هتنضف لك السمك بنفسها. مش بكره قوي يعني، احتمال الموضوع ياخد وقت. مش عدل يا ابن المدهولة، الله يخرب بيت امك كل اللي فقدت املك يا ولا. الله يخرب بيت اهلك، مش عارف تشيل شوية، في سجاير ومناديل كتخيبة، اعمل لي راجل بروح اهلك. استنى استنى عنك. ايه ده؟ شايل ازاي كل ده لوحدك؟ اعوذ بالله. وانا جاي احسدك، ده انا جاي اساعدك. عملت اللي عليك وزياده، ما نعطلكش بقى. هنصرف البضاعة ازاي؟ داني لازم نسد تمنها على العيشة، لا يخرب بيت فقرك. هو الموتور فيه مشكلة ولا حاجة؟ ده ايه النصاحة دي؟ لا ما فيهوش مشكلة، احنا واقفين نتدلع على ام المركب. هتمسحي عرقك بقى وتهدي علينا شوية. وانت مالك ومال عرقي يابا؟ وانا كنت اشتكيت لك؟ بقول لك ايه؟ لو عايزة تشغلي الموتور اهبط لنا كده شوية، معاكي شنطة عدة. يا عم الله يسهل لك، مش ناقصة فاتي وحياة ابوك. انا غلطان. استنى يا استاذ، بقولك ايه، مخليه يبص عليه يمكن يعرف يعمله. يعني يعمل له ايه؟ ده لابس لي قميص وبنطلون. ها يعمل له ايه؟ اهي سلبطه والسلام، افهم. على فكره انا سامعك من عندي. ها بقولنا بقى، اهبطي بلسانك. بقولك ايه، اسمه ايه المخلوق ده اللي انت هريتي قفه امه من الصبح؟ محسوبك عليه. معاك شنطه عد علي؟ معايا يا باشا. المفتاح. يا
هندسة. بسامع متشكرين يا هندسة. سمعت خلاص من أول مرة، بتزعقي ليه؟ الله، قلتليش يا باشا اسمك ايه؟ اسم محمود. تسلم لهذا أبو حنفي. الله يخليك علي. على فكرة في عيل رمة كده جه من شوية نط في المركب، هو شكله اللي فكلك سلكتين الباور، وبعدين نط في مركب وطلعوا كده. الولد سويركي ابن الورمة. لا مؤاخذة. لا ولا مؤاخذة ليه؟ بس هو فعلا كان باين عليه ابن ورمة كده. طب أنا هدعي له يعني ولا ايه؟ لا وحياة أمه، نخلص النقلة دي ولينا كلام بعدين. هو مش هيرتاح الا لما نبيع له المركب بالموتور. انا لو منك ابيع. هو الخسران، هو ده موتور، ده خرده. ما خلاص بقى يا سيدنا، متشكرين يعني؟ محدش طلب رايك في الحته دي. حقك عليا، انا غلطان. انت اصلك ما تعرفيش المواتير بتعمل ايه في الناس. والله انا ما اقصدكيش، ما تبصليش كده. انا افتكرت الموتور سايلنت كنت اعرفه. السلام عليكم. السلام عليكم. السكه طيب، عايزين نعدي. ما هي واسعه. ما انا عارف. شفت اهو، بتقول لي فراخ بيضة؟ دي فراخ بلدي متربيه على الغالي. اتكلم على ايه؟ بنت البنبطيه اللي قلت لك عليها، هي واقفه هناك. يا ولاد اللذين، شفت الواد الوسخ ماسك عامل ازاي؟ استاذ كامل احنا واقفين نتفرج. تعالى محمود. محمود على ايه؟ يعني ينفع كده يا جماعة؟ اتنين على واحدة؟ انت مالك ومال امك؟ خليك في حالك. وانت مالك ومال يا جدع عايز ايه؟ ايه الاخبار يا دكتور؟ زي ما انت شايفه جت سليمه. الله، وليه شكلك مخنوق يعني ان انا بقيت كويس؟ مع اني حاسس ان مش مظبوط، حاسس ان المستشفى بتلف بيه، مش عارف. ده من اثر التسمم، حقنه التيتانوس اللي انت خدتها هتطهر الجرح بالكامل. يا نهار اسود، هو ايه اللي كان مسمم بالظبط؟ الفول ولا البصل؟ فول ايه وبصل ايه يا ابني؟ المطوه يا حبيبي اللي انت اتضربت بيها في دراعك دي مطوه ملوثه، افهم بقى يا اخي. افهم ايه؟ هو في حد بيمشي بمطوه معقمه؟ لا، ده انت ليك نفس تهزر بقى. حلوه حلوه. ده انتوا رايقين وجايين لي. انتوا مخطوبين؟ لا احنا مش مخطوبين. ما هو مش معقول تكونوا متجوزين، لان لو كنتوا متجوزين كانت هي اللي كانت هتبقى ضربك بالمطوه وجايبك لغايه هنا. انا بسال بس علشان خاطر المحضر. الاستاذ اللي جابك هنا راح يبلغ البوليس، بس ما اعرفش اتاخر ليه. محضر ايه بس يا دكتور؟ الموضوع مش مستاهل. دي جارتنا، وكان في واحد ابن حرام بيعكسها في الشارع، واحد ما نعرفوش خالص، ما نعرفوش خالص. وعرفتوا بقى ازاي ان هو ابن حرام؟ شكينا فيه. في ايه يا دكتور؟ بقول لك واحد بيعكس واحده في الشارع، هيبقى ابن حلال ازاي بس؟ ويمين الله بتحصل. اسالني انا، بتجيلي الحالات دي كل يوم في المستشفى. وبعدين يا عم انا مالي؟ انا هعمل لك التقرير الطبي اللي هتبقى بالمحضر. محضر ايه؟ ما قال لك ما نعرفوش. ما نعرفوش خالص. انا مش مستريح لكم بصراحه. ولا احنا مرتاحين لك. بقول شويه كده يا اما. بقول لك ايه؟ لو انت عايز تصهين عن حقك يعني، خايف منها او خايف عليها، قول لي. وخاف ليه بس؟ هي دي تخاف منها؟ يعني انا بسال بس، يعني اللي كان ضربك يكون اخوها، ابن عمها، حد من اراضيشها؟ بقول لك انا بتجيلي الحالات دي كتير كل يوم في المستشفى. انا ليه حاسس ان انا في محكمه الاسره مش في مستشفى؟ يا دكتور قلت لك اطمن خلاص. انت مش طمنتني على الجرح. عيب بقى كده تقول عليه جرح، ده مش جرح، ده خربوش صغير هتعالج منه. وبعدين أنا لازم أعمل المحضر، فاهم؟ ويمين الله النهاردة حظك بوم. قول لي ليه؟ ليه؟ لأن النهاردة لا فيه حوادث ولا أي خناقات، والمستشفى فاضية علي أنا وإنت يا حبيبي. صدق بالله ما كان حد عبرك أساساً. يلا يلا، خدها واعتمد على الله، وبقابلني هتجيبك هنا كتير قوي. يا خرابي اوعي كده يا أما، يا ساتر يا رب يا ده النصيبة. دي واحدة شكلها قتلت جوزها وبتصوت عليه. على فكرة الراجل ده شكله ما كانش بيكذب. سيبك منه، ده راجل معقد، شكل مراته بتناوله بالشبشب كل يوم. على رأيك. بقولك ايه، فين الواد اللي كنت مرمطاه من الصبح؟ عالي ده جري الندل، تلاقيه مستخبي في بيتنا. مستخبي ليه؟ هو هربان من البوليس. انت بتقول فيها هربان من الأحداث. عالي هربان من الأحداث ليه؟
أصله ولع في جوز أمه وهو نايم. لا إله إلا الله. ومات؟ أمه هي اللي اتحرقت فكرشته من البيت. علي حرق أمه؟ علي حرق أمه؟ آه يا ابن المحروقة. ألف ألف سلامة عليك يا غالي. أنا أول ما عرفت إنك طلعت من الإسبيتالية قلت أكيد محتاج غذاء. تجيب لك شوية فاكهة، موز، برتقان، الفاكهة برضو حلوة للبدن. خلاص يا شافع، ما حسسني إن أنت برعت لي بكليتك. عادي يعني، إحنا مش في الشغل. كويس إنك لسه فاكر الفرق. قول لي، هتنزل الشغل بكرة ولا هتريح؟ لا هنزل، عندي لفة في المنصورة، مش هرجع غير لما أخلص كل اللي في الجدول. خد برتقان يا شافع. أصيل طول عمرك يا حودة، طول عمرك جدع. على فكرة أنا ما شغلتكش معي عشان أخو مراتي، لا مش أني ومش أسلوبي. ولو تفتكر أنا كلمتك قبل كده كتير، قلتلك هشتغل معاها في التجارة. سيبك من الجامعة، الشغل الحقيقي في التجارة يا حودة. وعلى فكرة بقولك من قلبي في ساعة صفا. طبعا ساعة صفا، مش ضارب نص الفاكهة اللي جايبها لي. بالك يا حودة، أنت لو ركزت معايا في الشغل وفتحت مخك هيجيلك خير ما بعده خير. بقول لك ايه، مش لما ربنا يكرمك وتسد ديونك الاول. تصدق يا شافع، انت اول مره تصعب عليا النهارده. صعبش عليك غالي، زي ما قلت لك ركز انت معايا في الشغل واثبت لي جدعنتك وانا هدلعك الدلع كله. ده انت مني وعليا يا جدع. وانت عليا ومني يا شافع، حبيبي يا شافع والله. بقول لك ايه، هو ايه اللي في كيس الاسود ده؟ ايه تصدق كنت هنسى، اصل انا عارفك بتموت في الكمبوت، قلت ما احرمكش. ده من ايام ما كنت بتتاجر في الكمبوت. مش عارف، هو تاريخ الصلحيه ممسوح، كلها واحنا نعرف. حبيبي يا شافع، حبيبي والله يا شافع. طيب بما ان مفيش تاريخ صلاحيه ومفيش فتاحه، انا هعلقها في المكان وهتعمل ونس. اتكل انت على الله يا شافع، شكل الواحد مش هيعرف ينام من شيل جمالك النهارده. ايه احنا مش هنحبس بالشاي؟ هو لسه في شاي؟ عيشة؟ ايه اللي معادك كده؟ لا ابدا مفيش، اصلا انا يعني كنت مستنياك. مستنياني؟ ليه؟ قصدي من امتى؟ ده انت شكلك نايم خالص. ما تشغلش بالك، اصلا انت قلت لي انك هتسافر الصبح، فقلت اكيد هتطلع من بدري، فقلت يعني اعمل حسابي واجي استناك قبل ميعاد اول قطر. يا نهار اسود، الساعة 7:30، شكلك قاعد كده بقالك ساعتين. طب ما كلمتنيش ليه يا عيشة؟ اصل حبيت اعملها لك مفاجاه يعني، بس شكل كده المفاجاه ما عجبتكش. بالعكس. اتفضل يعني، بس تلاقيهم دلوقتي بردوا شويه. ايه دول؟ دول شويه سندوتشات عملتهم لك بايدي. وليه كلفت نفسك بس يا عيشه؟ سندوتشات ايدي بالظبط، بس عشان اطمن. معلش. كبده بالهنا والشفا، قلتهم لك في رده، وحطيت لك عليهم فلفل اخضر، وعصرت لك ليمونه على كل شقه. مش كتير يا عيشه، مش كتير يا حبيبتي، حط الليمون بره وانا اعصر براحتي. يقطعني. عندك حق يا شيخ، انا بهزر بس. برضو عملت لك رغيف حلاوه بالقشطه. تسلم ايديكي. انت كده القطر هيفوتك. يا رب. بتقول ايه؟ يا رب الحقه يعني. اصل انا قلت يعني انك محتاج غذاء من الجرح بتاع امبارح. جرح المول. جرح جرح. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا ست انا مش قصدي اقفل الحوار، انا بذكر ربنا بس. طب انت كده القطر هيفوتك، هو ده القطر بتاعك؟ بقول لك ايه، لو وصلت بدري النهارده يعني ممكن اكلمك نتقابل؟ ممكن ازاي يعني؟ ده لو ما شفتكش النهارده ممكن ازعل قوي. اصل كنت عاوز اخد رايك يعني في سندوتشات الكبده. خد بالك من نفسك. وانت كمان. سلام. سلام عايشه.
اتفضلوا معانا. الله يكرمك، اصل الولاد ما كانوش بقالهم فتره وزالين انفاسي. كلوا يا اولاد واشكروا عمه، كلوا كلوا. بلاش بس الكيس ده عشان فيه حلاوه يعني مش حلوه في السن. لا الحلاوه دي حنسينها للمدام، المدام حامل وعقبال اولادك كده، وانت عارف بقى الحلاوه دي مفيده جدا للبدن. اه طبعا. هلا والشيف، طمنوني بس الكبده حلوه؟ الكبده حلوه وزيتها خفيف. زيتها خفيف الحمد. والفلفل؟ لا الفلفل ده زي ما يكون حد شايل البذر الحراق اللي فيه. الحمد لله. ايه؟ ما بحبش العيش الفاضي. بحبش العيش الفاضي، عندك حق. لا انا شبعت الحمد لله. كل حاجة. سلام. خص الله يكسفه. كده كده في وسط الادويه. طب استكل خلصنا يا باشمهندس وجه حقك. مش انت الاستاذ محمود؟ ايوه انا الاستاذ محمود. وصلت معاك تمام. انا لما استاذ كامل قال لي حد جديد هيجي قلت هيضرب لخمه ويجي متاخر، بس برافو عليك. فين الحاجه يا باشمهندس؟ هي المدام عيانه. واي عيه ربنا ما يوريك. ما يبانش عليها خالص. وصل هاي في المرحله الاولى واحتمال نلحقه. لا هتلحقه ان شاء الله. فين الحاجه يا باشمهندس؟ تمام التمام. خد بقى امضيلي بالاستلام بسرعه. انت تؤمر تؤمر يا وش الخير. طب مش هتشيك على الحاجه ليكون المنبه اتكسر؟ ملوش لزوم يا باشمهندس. يا راجل دي الشنطه كانت هتتفرتك الصبح في قلب القطر ليكون المنبه اتكسر. يا سيدي وافرض يعني هنعمل له ايه؟ نصيبه كده. نصيبه كده. انا معطلكم عن حاجه؟ انا حاسس ان انا معطلكم عن حاجه، يعني جيت في وقت مش مناسب. انا ممكن استنى بره مع الحمار لحد ما المدام تخش في فتره النقاء. انت عرفت هي عندها ايه؟ لا تعدينا. لسه هنكشف عليها. طب وموطي صوتك ليه يا هندسه؟ ده اقول لك يا باشمهندس، خد الظرف ده ودي له استاذ كامل وسلمنا عليه كتير. اسلم لك عليه كتير. طب بقول لك ايه؟ ما تعرفش النبي اروح البلد ازاي؟ مش بعيده، التوك توك هيوصلك لغايه الموقف بتاعها. توك توك ربنا معاك. توك توك هيوصلك. الله يخليك. الف سلامه. الف سلامه عليكم انتوا الاثنين. بس امانه عليك لما تكشف وتعرف عندها ايه تبلغ الاستاذ كامل عشان يطمني. ها؟ سلام عليكم. ولا اكنك شفت حاجه خالص. والنبي يا كابتن ما تعرفش بيت عم رجب البنبوطي فين؟ ده موز ده؟ اه الله. هات الكيس. طب ما تاخد البرتقال شكله لسه ما استواش. خلص. طب امسك يا عم مش عايزين فاكهه خالص. مات. تعبيت يا تعبيت يا في في تعبيت يلا خلاص يا عم بتوعي يا عم الدور الثاني اطلع النادي بس كده على عم رجب هشاور لك من فوق بالعكاز. اه طلع موز اخلص طلع موزة قشرها قشرها كلها على بق واحد اخلص ازاي طيب كلها على بق واحد اخلص هات خد افتح بقك ياض افتح بقك شايف القشرة دي
اشوفك بتشقلب عليها. تعملش كده تاني يلا. قولي يا ابني شكل الواد هينده لنا ناس ولا ايه؟ يا عم رجب، عم رجب ما كانش له ناس بتتعب نفسك يا باشمهندس. ده انا انقذتهم باعجوبه. عندكم حته واد تحت ثبتني بمطوه كنت ايه ده؟ هو مشهور قوي كده عندكم في المنطقه ولا ايه؟ ده بدر اخويا دايما فضحنا. سميت على اسم بدر رجب يمكن يطلع لعيب كره عدد ويفلح. طلع فردة جزمه قديمه. الحاج كان اكبر مشجع لنادي المريخ زمان. الله، ده كان فريق عظيم يا حاج. يلا اهو راح مع اللي راحوا. طب حس كده بقى يا حاج، دي مطوه بدر خليها معاك. يا دي الفقر. فهمت ليه قلت لك بلاش تيجي؟ عشان ما تشوفش المناظر اللي شفتها. ليه يعني؟ ما احنا اولاد ناس غلابه برضو، ولا انت فاهمه ايه؟ عيني في عينك كده. انا موافق بس بالنسبه للحاج. البوليس يا حاج، بالنسبه للبوليس مسك العيال ولا لسه؟ بوليس انتهى بقى يا ابني ولا ايه؟ هو البوليس فضلنا اصلا؟ لا مؤاخذه يا هندسه، الحاج من عشمه يعني. لا الحاج عنده حق، ده انا لسه شايف شويه عيال عندكم تحت كانوا هيشرعوا بعض ولا كاننا في الصومال. اللي زينا يا ابني يا ياخد حقه بدراعه يا فوض امره لله. ونعمه بالله يا حاج. ايوه بس العيال دي المفروض يبقى ليها كبير، نعمل قعده عرب، العيال دي تتجاب وتتأدب عشان مدت ايديها على واحده ست. عرب وكبير. الكلام ده كان زمان يا ابني، مش الايام السودة دي. دي عيال البرشام لحس مخيه، ما عادتش شايفه كبير من صغير. ربنا يخرجنا منها على خير يا رب. ايوه حاج لازم يبقى في حل. معقول هنسيب العيال دي كده؟ نعمل ايه؟ حظنا كده. الواد جوز بنت الكبيره مدرس خلع، مش فاضي غير للدروس ولا سائل في امنا. وانا زي ما انت شايف. حقي هجيبه بايدي. بس اقوم لهم ولاد الورمه. يعني ايه يا جماعه؟ ما ينفعش الكلام ده خالص. بقول لك ايه؟ انا بكره هاخدك وهنطلع على المستشفى، هنعمل تقرير، وبعد كده اخد الحاج نطلع نعمل بلاغ في القسم. انا جوز اختي ليه معارف كتير قوي وهيخدمنا. حاج العيال دي لازم تتجاب وتتأدب، معلش بقى سيب لنا الموضوع ده. بصفتك ايه ان شاء الله؟ بصفتي صديق العائله ولا ايه؟ عيب كده يا حاج، الراجل جاي يعمل الواجب، ما يصحش كده. واجبه فوق راسنا من فوق، بس انا نحب نفهم كويس اللي قدامي ميته ايه بالظبط. مش وقته الكلام ده، الله لا يسيئك. لا يا عيشه، الحاج عنده حق، انا ابن بلد وعارف اللي فيها. الف سلامه عليك يا عيشه. يبقى يطمنيني عليكي ولو رساله على الموبايل. ها ده طبعا بعد اذن الحاج. حاسب يا ابني انت نايم وساب شنطتك كده؟ ده ممكن تتلطش في ثانيه. ربنا يخليك يا باشا، بركه فيكم بقى، ما انتوا حمايتنا. ايه حمايه؟ ده انت لو حد سرقك هنا هنجيبه ازاي؟ اصحى لحاجتك. حاضر. الشنطه دي فيها ايه؟ مستحضرات تجميل، شويه حاجات كده بنبيعها للصيدليات. مندوب مبيعات يعني؟ ربنا يعينك. انا ابني برضه اتخرج من سنتين وما لقاش شغلانه اشتغلها، فسرح بشويه مقصات وسكاكين. يعني ربنا يكون في عونكم يا ابني في الايام السودة دي. اللي اقولها اخويا يعني معكش اي حاجه اشتريها لبنتي لحسن مكتوب كتابها يعني اشتري لها حاجه؟ لا والله غصب عني يا باشا، اصل الحاجه كلها ملفوفه في كراتين يعني عشان ابيعها للصيدليات. وبعدين بقى عايز اقول لك ان مستحضرات التجميل دي وحشه مش حلوه للبشره، يعني بتجيب امراض. ما
الامراض. اه طب حاسب اخويا بقى بالامراض بتاعتك دي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. امراض الراجل اتأخر ليه؟ انت مش قلت لي زمان على وصول؟ وبعدين بقى يا ست ان الله مع الصابرين. هو بمزاجي تلاقيه اتأخر في القطر. انا لسه مكلم الضيف بتاعه في بورسعيد، قال انه شيك عليه وقال انه خلاص داخل علينا. اهدي كده. ها اهدي. اهدى ايه بس يا عم؟ انا مش قلت لك قبل كده تبقى تشيل حاجتي عشان اما اجي الاقيها على طول؟ ما انت ما دفعتيش عشان احجزها لك، اديتها لزبون تاني. يعني يرضيكي حالي يوقف؟ طب خلاص خلاص، يعني انت عايز تقنعني انك مش مدكن حاجه كده لدماغك في اي حته؟ اعوذ بالله، انا ماليش في البلاوي دي، ربنا يتوب عليكي منها. يا راجل سلام عليكم. سلام ورحمه الله. مش حضرتك الاستاذ محمود برضو؟ ان شاء الله. جيت في وقتك قبل ما بسلامتها تعمل لي فضيحه في الصيدليه. خلصني، بقول لك مش قادره خلاص. حاضر طب حاضر، مش لما اقفل باب الصيدليه عشان استلم الحاجه والراجل. خد حقك وخلصني، بقول لك خلاص مش قادر، دماغك تتفتك. خلاص خلاص اقفي عند الباب وربنا يستر. مش وقت الكلام ده، هاته وانا همساعد معرفتي. هتاخديه كله؟ هبقى اخزره بمعرفتي عشان ما تزلش ليك. طيب طالما معاكي تمنه يبقى براحتك. ايه ده يا بنتي؟ انا مش جواهرجي. في ايدك ده يساوي اكتر من تمن الحبوب دي بكتير. خده ومش هتندم. ما فوق لك بس هنبقى نتحاسب. بس يعني بس ايه؟ خليك حلو وما تخلينيش اعلي صوتي. قسما عظما لو طلع فالصو لكون فضحك فضيحة القطط يا بنت الكلب يا شمامة. شمامة ايه بس يا عم الحاج؟ هي بتطحن الفياجرا وبتشمها ولا ايه؟ هو في دماغ جديدة نزلت في البلد واحنا ما نعرفهاش؟ بتفهم في الذهب يا عم؟ ذهب ايه بس؟ انا سامعك تقول فياجرا ومش عارف، هو في فياجرا حريمي؟ في ايه بالظبط؟ فياجرا حريمي ايه؟ انت هتستعبط. بقول لك ايه؟ معلش انا كل اسئلتي هتبقى عبيطة، استحملني شوية. هو ايه اللي جوه العلب دي بالظبط؟ غريبة. ده كامل قال لي انك نسيب شافع بيه. ايه؟ هو مرتفق ولا ايه؟ يا نهار اسود على ده زمان. افتح يا شافع. افتح، انا عارف انك جوه. افتح لحسن والله هعمل لك فضيحة عمرك ما شفتها. ايه افتح اللي جايبك الساعة دي؟ في ايه؟ الدخلة ده محمود، ما ده ده. اه مخدرات يا شافع؟ لا يا محمود. بتخلينا نبيع مخدرات؟ اه يا محمود. بتاكل اختي من فلوس المخدرات؟ اهدى يا جدع. اه ها؟ اه اه عايز تضيعني؟ ها؟ عايز تضيعني يا ابو ناصر؟ محمود محمود بتخلينا نبيع مخدرات؟ اه ها؟ طولت ليه يا بيبي؟ ده انا بردت خالص. ايه ده؟ انت بتندرب؟ طب لما تخلص يبقى صحيني من النوم بقى. طب استنضف يا معفن. هما دول اللي بتخون اختي عشانهم؟ اه ما تظلمنيش يا محمود، دي ظروف يا جدع. انا ذوق انضف كده بكتير، بس دي اللي لقيتها النهارده. بتشيل لي مخدرات يا شافع؟ بتخلينا نلف على الصيدليات؟ اه مخدرات. ما تهدى بقى يا جدع، ما تهدى بقى واسمعني. في ايه؟ داخل بسترك وطايح. ما تهمد، مش مخدرات يا اخي، مش مخدرات. ده حبوب مخدره مسكنه منشطه بتبسط العالم. انت بس اللي واخدها على صدرك، لا اعطيني فرصه صرحك ولا افهمك. في ايه مهلك؟ اهدى بقى محمود. هتسيب يا جدع واخويا اللي تطلبه دلوقتي وايمانات المسلمين النسبه اللي انت عايزها واكتر منها، بس على شرط اللي انت شفته يفضل سري بيني وبينك ابو نسب.
هو ايه اللي سر بيني وبينك؟ تضيعني سر بيني وبينك؟ ايه ده يا جدع؟ ايه ده يا محمود؟ يا شافع مخدرات ايه ده؟ في ايه؟ مالكوا؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ التحيه، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ انا جايبه سمك وقلت نتغدى مع بعض ونقعد شويه على السطوح. في ايه يا محمود؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ فهموني. اصلني كنت بدرب محمود على المصارعه، انت عارفيني طبعا في المصارعه، بس ايه طلع في المصارعه عبد كلبي بجد يعني. ايه يا خالو، انت كنت بتضرب بابا ليه؟ لا يا حبيبتي، احنا كنا بنهزر. بتهزروا بجد يا محمود ولا في ايه بالظبط؟ تحيه، سوء تفاهم وراح لحاله خلاص. بصي بقى، ما دام انضربت يبقى مش هينفع نكمل. ايه ده؟ مين دول؟ ايه دي؟ مين دي؟ هو ايه اصله ده؟ انت بتسخطي ليه؟ تسخط ليه يا زباله يا واطيه؟ اطلعي بره، اطلعي بره يا رزده، انا اجيب لك بوليس الاداب، لوثت بيتي وشرفي. اطلعي بره بره غرف داهيه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. حد فيكم يرد عليا؟ مين دي وبتعمل ايه هنا؟ ايه يا ماما الحكايه باينه دي؟ فاتك ليه؟ ليه ازاي؟ ده احنا في عز النهار. لما تكبر هفهمك. بس يا بنت انت وهو، يلا خد اخوك واطلعوا على فوق، اطلعوا على السطوح، انا جاي وراكوا. يلا يلا حبيبي، نسمع كلام ماما، نسمع كلام ماما حبيبي. انتوا الاثنين دلوقتي تفهموني ايه اللي بيحصل هنا، والا والله هتلاقوني وقعت من طولي قدامكم دلوقتي. في ايه؟ الف سلامه عليك يا شيخه. الله حليم ستار. أنا هقول لك كل حاجة أختي وريح قلبك. استغفر الله العظيم، كنت قاعد تعبان في الشغل وحبيت أريح شوية، مرضتش أروح البيت، قلت مش هرتاح من دوشة العيال، جيت هنا ولسه بغير هدومي وهنام وسمعت استغفر الله العظيم ضحكة واطية واطية. خرجت لقيت الأستاذ جايب الزبالة اللي أنت شفتيها دي، جايبها في بيتنا، في بيتنا يا تحية. الأستاذ اللي كان لازم يروح يستداني في الشغل لحد ما أروح له عشان أوزع عليه شغله بكرة، لا جاي البيت يرتاح، وطبعا عشان يرتاح ما يدخلش بيده فاضية. عاتبته قلت له عيب كده يا محمود، ما يصحش كده، وحصل اللي حصل. ده حصل يا محمود؟ رد عليا، انت عملت كده يا اخويا؟ رد عليا يا محمود، انت عملت كده؟ اللي حصل بقى تحية ساعة شيطان. ايوه هي ساعة شيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص ساعة شيطان وراحت لحالها اخويا، وعمرها ما هترجع تاني. اسكت انت يا شافع، بكلم اخويا. ما انا هقول لك بس. اسكت انت يا محمود، يطلع منك كل ده؟ انت يا اخويا، ده انت متربي تعمل كده في بيت اختك وتعمل كده في جوز اختك اللي فتح لك بيته وشغلك معاه؟ خد بالك من نفسك، واول ما تمسك الشغل اطمني، لو لقيته مش قد كده اصبر لحد ربنا ما يفركها. عندي امل الظروف تتغير في المصنع واشوف لك شغل معانا هناك. يا بدعي بس المصنع عندك انت ما يتقفلش، وانا في الاخر ادور لك على شغل. يا ساتر على لسانك يا اخي، طالع لابوك صحيح. بقول لك يا حاج، بلاش تحبكها زياده عن اللزوم في موضوع شافع، بنتك عندها عيال وشافع ده راجل حويط، واوعى تفتكر انه ما رماش الحاجه لحد ما يطمن ان انا ما افتحش بقي خالص. اطمن، اول ما تخلص قعدتي معاه هكلمك. انتوا ايه حكايتكم؟ ما زهقتوش من الودوده؟ في ايه المره دي؟ مفيش، ياما كان بيقرا لي ايه الكرسي في وداني. يا سلام، وهي سر يعني ما يعلي صوته وهو بيقراها؟ اما انا مش عاوزك تعرف انه نازل، انت ما بتحبيش لحظات الوداع. لا المره دي هودعه، اصل انا بصراحه مش قادره اسامح نفسي اني بهدلتك قوي. ودي كانت بهدله بس ياما، ده انا اتمرمطت في الاوضه جوه كده اهو. طيب يا ابن الكأ، ابن كامل الاوصاف. ايوه كده، اعدلي نفسك. بقول لك ايه يا حبيبي، خلي بالك من نفسك وابقى تدفى كويس بالليل. حاضر. ها احسن البحر غدار وقرصته ساقعه قوي. حاضر. وخلي بالك من احمد اخوك،
حطه جوه نني عينك من جوه. قولي لأحمد هو اللي ياخد باله مني، اسكندرية دي ملعبه يابا. طيب وبقسم بقى معاه الكحك والليمون المعصف، ما تسمسرش، اقسم بذمة وضمير حكم أنا عارفاه. طب خلاص ياما بقى، أنت مخلفة هجام. عشان تحرم تسيب أمك تاني، إن شاء الله حتى في الأبلكاشات. مع السلامة، خلي بالك من نفسك. حاضر ياما. عين الله ترعاك يا ولدي. لا إله إلا الله. محمد رسول الله ياما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا رب يحميكوا يا ولادي ويخليكوا ليا وما يدرونيش فيكوا أبدا يا رب. ولا واحد إلا. إيه يا محمود؟ إيه يا محمود؟ في هو أنت حد مسلطك عليا عشان تقطع عيشي؟ الأول ولعت في المركب ودلوقتي جاي تضيع السنارة فيها محمود؟ أنت عايز مني إيه؟ تقولش السنارة شقطت لك نص السمك اللي في البحر ده، أنت تلاقيك ما طلعتش بسرية يا حد، مع إن أمك قايلة لي إنك طالع من الفجر. أمي؟ تلو وداك عند أمي؟ أنا اللي غلطان، أنا كان لازم أقول لها إن أنت اللي ولعت في المركب عشان تولع فيك وارتاح منك. أصيلة سالم أصيل. أتاري الست أول ما شافتني قعدت تبوسني وتحضني، دي حتى سألتني على 20 جنيه سلف. يا نهار اسود، اوعى تكون اديتها محمود هتجيب بيهم ترامادول. عيب، وانا هطوح عن امك، انا نفحتها مياه يا حته واحده، مش احسن ما تنحرف يا سالم؟ بس يا عم بس انت جاي عايز اسطولك وجاي تعايرنا، مياه ايه اللي انت بتتكلم فيها؟ انت عارف المركب اللي انت حرقتها بكام؟ ماشي يا سالم. وادي يا عم 200 جنيه كمان لاخويا وحبيبي سالم، اظن كده نبقى خالصين. خالصين ايه يا عم؟ 300 جنيه اللي انت جاي تتكلم فيهم دول، انت عارف المركب اللي انت حرقتها دي بكام؟ انا غلطان، ولا 100 ولا 200، مفيش فلوس خالص يا سالم. خلاص يا اخي، ده انت حمدلي قوي. ايوه كده، تصدق كنت هزعل جدا لو ما كنتش خدتهم. حبيبي يا سالم والنعمه حبيبي. شعره من دقن الخنزير. انت بتقول ايه يا؟ لا ما بقولش حاجه يا اخي، ما بقولش حاجه. بقول لك تلعب بورسعيد تاني؟ لا خلاص مفيش بورسعيد تاني، لقمه العيش ما لفقتش هناك. انا هطلع اسكندريه. يا فرج الله، اسكندريه؟ هو التعيين بتاع الجامعه جه؟ تعيين مين يا عم؟ ما انت عارف اللي فيها. جات لي شغلانه في ورشه ميكانيكا هناك. لا حول ولا قوه الا بالله. ذنبهم ايه الناس بتوع الورشه اللي انت هتشتغل عندهم؟ وليه الغلط؟ ولا ما بس يا اخي، ما انت عارف البوق اهبل. قول لي بس وحياه ابوك يا محمود، شوف لي معاك اي شغلانه في اسكندريه. اديك شايف حال مؤشفر والدنيا ناشفه. انت تؤمرني بس يا سالم، ها؟ تؤمرني بس، انت عارف اسكندريه كلها صيادين، ومنع الصيد شغال هناك زي ما هو شغال هنا، وانت حمار ما بتفهمش حاجه في الصيد، حتى المهنه اللي ورثها ابا عن جد ما بتفهمش فيها حاجه. لا 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 لا، ليه الغلط ده يا عم؟ انت هتدينا 300 جنيه هتقف تزلنا بيهم؟ طب يا نهار يا راجل اسكت بلا، دي معرفه يا راجل. اقعد يا عايز. هو يا عم مش عايز اعرفك يا انت، انا عايز اكلمك يا هتوحشني يا ابن اللذينه.